أعزائي المستمعين، مساكم الله بالخير. طبعا احنا نتكلم عن الراحلة أميرة الطرب العربي الأصيل ذكرى. ذكرى هي هرم الفن العربي في بداية العصر الحديث وحتى على مر العصور الأخرى. ذكرى هي ذكرى لن ننساها أبدا، وأتمنى من الجميع من محبين ذكرى وغيرهم أن يلقبوها بفرعونة الطرب الأصيل. وأحب أقول لكم أعزائي المستمعين أن ذكرى غنت العربي وغنت الخليجي ووصلت العربي والخليجي بالصورة الصحيحة، خلتنا نحب نسمع الخليجي منها كثير ونحبه أكثر فأكثر فأكثر، وخلتنا نسمع العربي ونحبه منها كثير كثير ونعشقه. ولو كتبنا أو عبرنا عن ما في داخلنا لذكرى لن يكفيها حبر القلم لو جف حبره. رحم الله ذكرى التي ستكون ذكرى في قلوبنا. راح أغني لكم أغنية للراحلة أميرة الطرب العربي لذكرى، وإن شاء الله أنها تنال استحسانكم، وهذه اعتبروها قطرة في بحر ذكرى الجميل. ومعليش ماخذ شوية برد وصوتي تعبان شوي، لكن إن شاء الله يا رب تنال استحسانكم يا رب. وأحب أشكر راديو جوهرة FM بتونس الخضراء، وهذا التسجيل إهداء خاص للصفحة الرسمية لذكرى أميرة الطرب العربي ولراديو جوهرة FM بتونس الخضراء العظيمة. قالوا حبيبك مسافر، قلت ليت السفر لمكان يجعل طريق الزمرد والحصى مرجان. قالوا حبيبك مسافر، قلت ليت السفر لمكان يجعل طريق الزمرد والحصى مرجان. قالوا لي وانت قلت لي والله، وانا قالوا بتصبر قلت لي بالله سنة. قالوا لي وانت قلت لي والله، وانا قالوا بتصبر قلت لي بالله سنة. قالوا بيتركك وحدك، قالوا بيتركك وحدك، قلت قلبه ما يطيع يترك معايا الشوق والحرمان، يترك معايا الشوق والحرمان، يترك معايا الشوق والحرمان، يترك معايا الشوق والحرمان. قالوا لي الشوق ظالم، قلت سيدي ما دراه. قالوا لي الشوق ظالم، قلت سيدي ما دراه. قالوا يجرح عيونك يحرمك نوم الكره، قلت يا طيف سيدي لكرمك في غيابه، لو بتجرحني جرح كل فدوى الشباب. الفنان السعودي إبراهيم الحكمي، شكرا لكم جميعا.